أول هدف في مباراة اليوم. ميرين رادوي بيلعبها عرضية لياسر، يا سلام، هدف للزعيم عن طريق الطير، وياسر يصنع، والزعيم في البرودة يتمدد، في الشتاء يتمدد، يقلب المعادلة الفيزيائية ويقول بأن معدن الزعيم في البرودة يتمدد وفي الحرارة يتمدد، والزعيم يتقدم الآن عن طريق الطير العيناوي الفلاح، يضعها في المرمى، ما زال يتمدد في البرودة في حدوده ولا خارج حدوده، العين يتقدم الآن، ياسر يصنعها براسه، وسكوك يحطها براسه، والعيناوي هي الرأس المتصدرة لدورينا ونحو النقطة رقم 33 ذاهبين، والآن هم من يتقدمون، هم من يسجلون، والآن يفرحون ويعلن سكوكو عن تقدمه. ثانية أهداف سكوكو.